أن من يقول أن هنالك مصمم أو لا، ليس هنالك مصمم، ليس هذا السؤال، هو أن تعرف من الذي زرع فكرة أن هنالك مصمم في رأسك. هذا هو المصمم الحقيقي. المصمم الحقيقي هو رجل الدين، رجل السلطة، الناس الذين يعيدون صياغة عقلك دائما بطريقتهم الخاصة التي تجعلك لا تعرف ما هو جواب سؤال كيف اللي هو سؤال علمي، بل تعرف دائما جواب ما هو السبب. تعرف السبب، سبب الله، خلاص لا تناقش بعد. أنت بعد ماذا تقول؟ هي هاي الفكرة. الحقيقة تكمن في قضية أخرى مختلفة تماما، وهي عبارة أن عقلي يقول لي. كيف قال لك عقلك؟ هنا السؤال الأساسي. يجب أن تفحص الأداة التي تتعامل بها معي. بالتالي العقل الديني المقولب هذا عقل مصمم كي لا يفهم شيئا دون أن يضع له سببا، فبالتالي يتعطل هذا العقل عندما لا يجد سببا لكل ما يراه، لأنه هكذا تمت برمجته. قال فيها أحد الأصدقاء وهو يعقوب العراقي أن عقله لا يستطيع تصور وجود أشياء بدون مصمم. الجواب كان على الموضوع هو غير معتاد وقلما يأتي إلى ذهن الكثير من الناس، وأغلبية الناس هكذا وهم محقون في هذا التفكير أو هذا النمط من التفكير. والسبب وضحه. أولا نحن كائنات نولد ونحن أشبه بالصفحة البيضاء حسب تعبير جون لوك، وهذه الصفحة البيضاء لديها إمكانات كما أثبتت العلوم الحديثة. هذه الإمكانات موجودة، هنالك قوالب ذهنية جاهزة أو مقولات بتعبير إيمانويل كانت، أكو 12 مقولة، مقولة الزمان ومقولة المكان والكاتيجوري يعني، فذني أيضا مقولة السبب والسببية، سبب والنتيجة. فهذني الأشياء موجودة، موجودة الإمكانات داخل الإنسان. هذا الإنسان عندما يولد داخل المجتمع أو الجماعة، هاي الجماعة تبدأ تشكل عقلية هذا الإنسان وتقولبه بطريقة التي اعتادت عليها تلك الجماعة لغة وثقافة وفكرا. وهذا السبب يخلي أن يولد مع الهنود يتحول إلى هندي أو يتحدث باللغة الهندية واللهجات الخاصة، والمسلم في السني أو الشيعي كل واحد ومنطقته وما إلى ذلك. هذه كلها تشكل إمكانات. لماذا؟ لأنه العقل البشري أو الدماغ البشري جهاز قابل للتكيف مع كل حالة، لكن المشكلة عندما يتقولب على طريق محدد، مثل ما يقولون أهالينا أنه تعلم في الصغار كالنقش على الحجر. بالتالي هذا المجتمع هو اللي راح نولد فيه، هو راح يقول بهذا الدماغ. لهذا السبب عندما يتحدث هذا الصديق يقول أنه أنا عقلي لا يسمح لي بأن أتصور وجود شيء بدون مصمم، هو بالحقيقة الجواب ليس أن ندخل في نقاش هل هناك مصمم أو لا يوجد هناك مصمم. الحقيقة تكمن في قضية أخرى مختلفة تماما، وهي عبارة أن عقلي يقول لي. هذه الكلمة عقلك، كيف قال لك عقلك؟ هنا السؤال الأساسي. هذا السؤال اللي طرحه ديفيد هيوم أول واحد طرحه وكان جديد على التاريخ البشرية، أنه أنت هذا العقل كيف يفكر؟ مسألة يسموها نظرية المعرفة الإبستمولوجي، كيف يعمل وكيف تشتغل هاي الأداة التي أنت الآن تحلل وتناقشني على أساسها؟ يجب أن تفحص الأداة التي تتعامل بها معي. هذه الأداة التي نتعامل بها مع بعضنا البعض ونختلف، لكن نختلف على ماذا؟ نختلف على تصوراتنا أو على ما أنتجته هذه القوالب الموجودة في دماغنا. يعني احنا بطريقة ما أشبه بالدماغ وأشبه بجهاز كمبيوتر فارغ تشتريه من السوق، فيه إمكانيات هائلة لكن ما زال في طور الإمكان potential، فهو في طور الإمكان هذا طاقة كامنة أو قوة كامنة فيه موجودة، فأنت عندما تغذيه بالمواد التي لديك يتحول ويتشكل بالطريقة التي أنت وضعته فيها. لكن السؤال بعد ذلك، لا تحاكمني على ما هو موضوع داخل، عندما أدخل معك في نقاش يجب أن تفحص الأداة التي جعلتك تناقشني. فبالتالي نظرية المعرفة تقول لك كيف تفكر وبماذا تفكر وما هي الأداة التي تستعملها للتفكير وكيف تفهم الأمور. هذه الأداة كيف تفهم ما يحدث في العالم، لأن هذه الأداة تستجيب مع العالم، لديها حواس تترجم ما تراه وتنقل المعلومات عبر الأجهزة الخاصة التابعة له. يعني مثل ما الكمبيوتر لديها أجهزة تابعة، أجهزة تنصت أو سماع أو ريكوردر أو تسجيل أو رؤية، كاميرا موجودة في الكمبيوتر،
الكمبيوتر أو الموبايل. تقريبا كل الحواس الموجودة عند البشر هي الرؤية. الكمبيوتر الآن يرى أو الروبوت يسمع يتحدث، فإحنا كل هاي الحواس نستعملها، فبالتالي هذه الحواس كيف تتحول إلى قضايا ويصير عليها بروسيسين؟ لابد أن تدخل للدماغ، وهذا الدماغ فيه تتشكل وفقا للقوالب الجاهزة التي تعلمنا عليها في طفولتنا. بالتالي السؤال، هل هنالك مصمم لهذا الكون أو لا وجود للمصمم؟ بالحقيقة هذا السؤال له علاقة بنمط عمل هذا العقل المفكر، واللي شرحه ديفيد هيوم أول واحد شرحه بطريقة، وبعد ذلك إجا إيمانويل كانت اللي قال إنه ديفيد هيوم أيقظني من غفوتي ميتافيزيقية. لكن الفكرة وين؟ إنه قال إنه هنالك شيء اسمه السبب والنتيجة. العقلنا يعمل وفقا لفكرة السبب والنتيجة، يعني يربط بين الأشياء ويقول إنه الشمس تظهر كل يوم، يجب أن تترك اليوم، هذا حدث يومي. عندما تقرب النار إلى القطن يشتعل، عندما تقرب النار إلى الحديد لا يشتعل الحديد. هذه عمليات الاقتران الموجودة شرحها أيضا الإمام الغزالي في فترة مبكرة، لكن كان الهدف من عنده إثبات وجود الله وأن الله هو المسبب الأول. ولكن الموضوع يختلف عند هيوم، قال لا، هي قضية لها علاقة بسيستم عمل أو نظام العمل السوفتوير والهاردوير الخاص بدماغنا البشري. بالتالي عندما تحددني الآن هل هنالك مصمم وتقول لابد من العقل يقول لي لابد من وجود مصمم لكل شيء، فأقول لك من زرع في رأسك أو صمم هذه الفكرة في رأسك؟ علينا أن نسأل هذا السؤال، كيف جرت عملية إقناعك بوجود مصمم؟ هذه الفكرة لم تأتيك بوحي الخاطر أو لم تصدر منك بشكل تلقائي وفطري، إنما هي زرعت في رأسك لأنها حجة موجودة يستعملها رجال الدين ورجال السلطة عادة، لأن هؤلاء يجعلونك تفكر بالأسباب والنتائج ويقولون لك أن كل سبب مسبب، وبالتالي هم يستفيدون من الحقيقة. كيف؟ يمنعون عليك أن تسأل سؤال كيف؟ لماذا تظهر الشمس كل يوم مثلا؟ لماذا؟ أسئلة كثيرة، يجب أن تعرف كيف تجري الأشياء، كيف تجري عملية الحكم، كيف تجري عملية تربيتك، يجب أن تعرف التفاصيل. لك لا، تربيتك يجب أن تكون تربيتك كذا كذا، 1 2 3، هذا السبب أنت لا تناقش سبب، هنالك سبب ونتيجة، والعلم هو العلم الكلي، علم الله اللدني، علم الله، فأنت لا تعرف السبب. هذا علمه ليس من علم البشر الأبدان، إنما علم وهذه القصص يسوي لك قصص كثيرة جدا لكي لا تفهم. المهم أن تطيع وأن تتصرف وأن تعرف أنه لكل سبب مسبب وأن لكل سؤال جواب، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن نفطن لها. هذه الطريقة بالتالي العقل الديني والعقل الإيماني والعقل العقائدي أو المقولب، هذا عقل مصمم لكي لا يفهم شيئا دون أن يضع له سببا، فبالتالي يتعطل هذا العقل بدون أن عندما لا يجد سببا لكل ما يراه، لأنه هكذا تم برمجته. هذا اللي استغل الحكام كما قلت وأهل السلطة، لأن هؤلاء يعطونك تبريرا دائما لما يحصل، مثلا دائما يعطيك جواب مريح، قال لك هاي العاصفة هذا غضب من رب العالمين، هذا الموت، الموت قدر، قدر من رب العالمين، حتى بعد ذلك تروح للحساب، دائما يعطيك جواب لكن لا يعطيك تفسير. وهنا القضية الأساسية التي يجب أن نفهمها. أيضا مرض، اختبار، صار عندك شك، قلك هذا اختبار، يعطيك جواب مريح دائما، وأنت كإنسان ضمن هذا العالم تبحث دائما على الأجوبة المريحة ولا تبحث عن الأجوبة المعقدة التي تجلب عليك كثير من إشكالات. هو الدماغ جهاز يتعب بسرعة، فدائما يختار الحلول السهلة لكي لا يبذل جهد كبير. بالتالي الفكرة الأساسية التي تقولها أن من يقول أن هنالك مصمم أو لا ليس هنالك مصمم، ليس هذا السؤال، هو أن تعرف من الذي زرع فكرة أن هنالك مصمم في رأسك. هذا هو المصمم الحقيقي. المصمم الحقيقي هو رجل الدين ورجل السلطة ورجل الرجل الناس الذين يحاولون أن يسيطرون على عقلك ويعيدون صياغة عقلك دائما بطريقتهم الخاصة التي تجعلك لا تعرف ما هو جواب سؤال كيف اللي هو سؤال علمي، بل تعرف دائما جواب ما هو السبب. تعرف السبب، سبب الله، خلاص لا تناقش بعد. عندما أقول لك الله خلاص أنت بعد ماذا تقول؟ هي هاي الفكرة. فأسف على الإطالة، شكرا جزيلا ومع السلامة، وأتمنى أسمع آراءكم.